بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة طلبات سنة رابعة متوسط، نواصل تقديم دروس الرياضيات لهذه السنة. اليوم سوف نتناول في هذا الفيديو درس الدوال. هذا الدرس الذي يستصعبه الكثير من طلبتنا، ليس لصعوبته وإنما لأهميته البالغة في شهادة التعليم المتوسط. من خلال هذا الفيديو سنقوم بتدليل الصعاب لطلبتنا الكرام. نبدأ. سوف نتناول أو نتناول في السنة الرابعة متوسط نوعين من الدوال: الدالة الخطية والدالة التألفية. نبدأ مع الدالة الخطية. أولا تعريف الدالة الخطية. ما هي الدالة الخطية؟ قبل أن نعرف نعطي مفهوم أو تعريف للدالة الخطية، يجب أن نقوم بمعرفة معنى الدالة أو مفهوم الدالة. الكثير من طلبتنا، إن لم نقول أغلبهم أو كلهم، لا يعرفون معنى أو مفهوم الدالة. سوف أعطي تعريف بسيط بمثال سهل جدا لتلاميذنا الكرام حتى يرسخوا مفهوم الدالة في عقوله. لنفترض أنه لدينا صندوق نسميه صندوق العمليات، له مخرجان، له مخرج ومدخل. هذا مدخل وهذا مخرج. لدينا العدد X ولدينا العدد Y أو F لـ X. عندما يدخل العدد X إلى صندوق العمليات، فإنه يتعرض إلى مجموعة من العمليات الحسابية تؤدي به أو تعطي نتيجة، تخرج نتيجة لـ X هي عبارة عن Y أو F لـ X. هنا نقول أن X يسميه سابقة، هذا نسميه صورة. كيف ذلك؟ أن السابقة X عندما يدخل وتجرى عليه مجموعة من العمليات الحسابية، فإنه يعطينا نتيجة اللي هي Y أو F لX تسمى صورة. مثلا العدد 2، X تساوي 2، عندما تدخل وتجرى عليها مجموعة من العمليات الحسابية فإنها تعطينا لا على التعيين، مثلا نقول العدد 4. إذا نقول أن 4 يعتبر صورة العدد 2. بعدما أجريت عليه مجموعة من العمليات الحسابية، العدد 2 أصبح 4، ونقول أن 2 هو السابقة للعدد 4. نعطي مثال ثاني. مثلا نقول أن العدد 3 عندما يدخل إلى هذا الصندوق، صندوق العمليات، هذا صندوق افتراضي فقط وليس حقيقي من أجل توضيح أو ترسيخ مفهوم الدالة، العدد 3 يعطينا صورة 6. عندما يدخل X يساوي 3 وتجرى عليه مجموعة من العمليات الحسابية، يعطينا F لـ X أو Y 6. نعطي مثلا عدد 4 يعطينا 8. قلنا أن 6 هي صورة العدد 3، 8 نقول صورة للعدد قلنا 4. لدينا هنا مجموعة من الأعداد ولدينا هنا مجموعة من الأعداد. المجموعات تسمى صور، وهذه سابقة، هنا X، هنا F لX أو Y. إذن هنا نقول أن العلاقة بين العددين X و F لX أو Y نفس الشيء تسمى بالدالة. إذن هذه تسمى دالة، هنا الدالة F، قلنا هنا F لX، لو قلنا G لX نقول G، هنا الدالة F. إذن الدالة هي عبارة عن العلاقة بين عددين X و F لX، هي علاقة بين السابقة وصورتها. هذا تعريف بسيط للدالة. الآن بعد ما أعطينا تعريف بسيط للدالة، سوف نقوم بإعطاء تعريف الدالة الخطية. التعريف الأكاديمي للدالة الخطية يقول: عندما نرفق العدد X بالعدد A لX نقول أننا عرفنا الدالة الخطية. ماذا يعني هذا التعريف؟ بشكل بسيط، الدالة الخطية هي عبارة من الشكل F لX تساوي A لX.
إكس قلنا أنه سابقة، آ هو معامل توجيه يكون عبارة عن عدد حقيقي إما أنه زائد ناقص أو كسر، عفوا عدد على عدد. F لX هي صورة للعدد X. سوف نعطي مثال، مثلا F لX تساوي 3X، هذه دالة خطية. F لX تساوي ناقص 5 لX، هذه دالة خطية. F لX تساوي 1 على 3 X، هذه دالة خطية. عندنا الدالة الخطية F لX تساوي 4 X، هذه عبارة عن دالة خطية. يقول أوجد صورة العدد مثلا 3. هنا في المطلوب يخطئ كثير من الطلبة ويخلط بين السؤالين، عندما يقول أوجد صورة العدد أو ما هو العدد الذي صورته. مثلا هنا نقول 16. بشكل بسيط عندما نجد هذا أوجد صورة العدد 3، العدد 3 هو العدد 3 هنا يقصد في X، والصورة هي المجهول. ما هو العدد الذي صورته؟ نعطيك الصورة هي F لX اللي هي 16، والمجهول هو هنا العدد اللي هو X. في ورقة جانبية عندما يصادف أي طالب سؤالين من هذا الشكل ماذا يقول؟ أن صورة قلنا X عفوا سابقة، و F لX هي الصورة. السؤال يقول أوجد صورة العدد 3. صورة العدد 3 المطلوب، هنا عندنا سابقة اللي هي X، عندنا صورة F لX، صورة مجهول والعدد اللي هو X 3. ماذا نقول؟ نعوض العدد، عندنا X، عندنا X، نعوض العدد 3 بالقيمة X. إذن F 3 تساوي 4 في 3 وتساوي 12. إذن صورة العدد 3، صورة العدد 3 هو العدد 12. إذن صورة العدد 3 هي 12. ها 12. السؤال الثاني، ما هو العدد؟ ما هو العدد؟ إذن العدد هو المجهول الذي صورته 16. 16. ما هو العدد؟ إذن هذا f x هو المعلوم، هو f ل x تساوي 16. f x أعطاها لنا تساوي 16. f x ماذا تساوي؟ 4 x. 4 x تساوي 16. إذن x يساوي 16 تقسيم 4 ويساوي 4. إذن العدد الذي صورته 16 هو 4. هنا 4. هذا فقط للتوضيح وعدم الخلط بين السؤالين. المطلوب الثالث الذي يكون في الدالة الخطية من هذا الشكل هو مثلا يعطيك، يقول لك لدينا دالة خطية من الشكل F لـ2 تساوي 6. أوجد المعامل للدالة F، أو يقول اكتب العبارة أو عبارة الدالة الخطية F. نفس السؤالين لهما معنى واحد، عندنا F لـ2 تساوي 6، عندنا الدالة الخطية F لX تساوي A لX، عندنا F لX هي F لـ2، إذن X
يساوي 2، عندنا AX تساوي 6. تعويض بسيط فقط، عندنا 6 تساوي 2A، إذن A يساوي 3. إذن العبارة الخطية للدالة F هي F لX تساوي A لX، A هنا هي 3 X. إذن العبارة عبارة الدالة الخطية للدالة F2 تساوي 6 هي FX تساوي 3 لX. الآن نذهب للتمثيل البياني للدالة الخطية. التمثيل البياني للدالة الخطية، التمثيل البياني للدالة الخطية، أي دالة خطية تمثيلها البياني يكون عبارة عن مستقيم يمر دائما بالمبدأ. أي تمثيل بياني يمر دائما بالمبدأ مهما كان، دائما يمر بنقطة الصفر. سوف نقوم بحل تمرين للتوضيح أكثر. بعد ما شفنا بعض التعريفات في الدرس، الآن نحلو تمرين إن شاء الله يكون شامل لكل ما تناولناه في الدرس. التمرين يقول F دالة خطية حيث F لX عفوا يساوي 5X. احسب صور الأعداد 2 و 4 بالدالة F. إذن المجهول هنا هو الصورة والمعطى هو العدد X. إذن هنا يقول لك عوض X في الدالة F. F لX تساوي 5X. نقوم بتعويض العدد 2 اللي هو X. F ل 2 تساوي 5 في 2 وتساوي 10. إذن صورة العدد 2 للدالة F هو العدد 10. روحوا للعدد 4 نعوضوه في العدد X. F ل 4 تساوي 5 في 2 في 4 عفوا تساوي 20. إذن العدد 20 هو صورة العدد 4 للدالة F. روحوا للسؤال الثاني. السؤال الثاني يقول احسب F لثلاثة و F لخمسة. ملاحظة بسيطة، لاحظ التلميذ أنه السؤال الأول هو نفس السؤال الثاني. احسب صور الأعداد 2 و 4 هو نفسه. احسب F لاثنين أو F لأربعة، واحسب F لثلاثة و F لخمسة هي نفسها. احسب صور الأعداد 3 أو 5. إذن F لخمسة تساوي 5 في 5 وتساوي 25. F لثلاثة تساوي 5 في 3 وتساوي 15. إذن هنا تعمدت أن نضع شكلين لسؤالين لنفس السؤال عفوا لسؤال واحد. أحسب صور الأعداد أو أحسب F ل 3 هي نفس. أحسب صور الأعداد 2 و 3 هنا أعطى لك X. أحسب F ل 3 أعطى لك X. روحوا للسؤال الثالث. السؤال الثالث يقول ما هو العدد الذي صورته 30؟ إذن المجهول هو هنا العدد والصورة F لX معلوم 30. يقول F لX تساوي 5 لX، F لX تساوي 30 صورته 30. F لX تساوي 30. إذن المجهول هنا X. 5 لX تساوي 30. إذن X تساوي 30 على 5 وتساوي 6. إذن العدد الذي صورته 30 هو 6. الآن نذهب للسؤال الرابع. يقول احسب X1 و X2 حيث F لX1 تساوي 35 و F لX2 تساوي 40. نلاحظ كذلك أن السؤال الثالث والسؤال الرابع هما شكلين لسؤال واحد نفس الشيء. ما هو العدد الذي صورته 35 و 40؟ أو ما هو العدد الذي صورته 35 و 40؟ نقول أن أحسب F ل X1 تساوي 35. إيه هنا عندنا F ل X تساوي 5X. إذن نقول أن 5X تساوي 35، وبالتالي X تساوي 35 تقسيم 5 وتساوي 7.
إذن إكس واحد تساوي 7، إكس واحد حيث إكس إف لإكس واحد تساوي 35، نعوض هنا 7F لـ7 تساوي 5×7 وتساوي 35. نروحوا إف إكس اثنين نفس الشيء، إف لإكس اثنين طالك تساوي 40. إذن إف لإكس تساوي 5×، 5×. تساوي 40، إذن إكس يساوي 40 تقسيم 5 ويساوي 8، إذن إكس اثنين يساوي 8. نعوضه إف لثمانية تساوي 5×8 وتساوي 40، إجابة صحيحة. نروح الآن للتمثيل البياني. الآن السؤال الخامس يقول مثل بيانيا الدالة اف اكس. أول شيء عندما يقول مثل بيانيا نروحو نرسمو معلم متعامد متجانس تكون من محور الفواصل هو اكس ومحور التراتيب اللي هي ايغريك أو اف لإكس، نفس الشيء. ثاني شيء نقوم بإنجاز جدول يتكون من 6 خانات، الخانة الأولى، خانتين الأولين، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة. الخانة الأولى يكون فيها المجاهيل إكس و إف لإكس أو إيغريك. الخانة المشتركة بين جميع الدوال الخطية اللي هي الخانة الأولى، القيمة صفر. هنا عندنا القيمة صفر، عندما نعوضها في أي دالة تعطينا صفر. وبالنسبة للتمثيل البياني للدالة الخطية ماذا قلنا عنه؟ قلنا أنه هو مستقيم يمر دائما بالمبدأ، المبدأ هو صفر صفر. عندنا نقوم بتعويض القيمة الثانية وهي 1، نعطي عدد أكبر من العدد صفر اللي هو 1، نقوم بتعويض العدد 1 في الدالة اف لإكس، 5×1 تعطينا 5، إذن نقطة إكس 1، إيغريك 5، 1، 2، 3، 4، 5، إذن هذه هي النقطة 1، 5. نقوم بوصل النقطتين 0، 0، 1، و5 تعطينا المستقيم اف لإكس يساوي 5×. إذن أي دالة خطية تمثيلها البياني هو مستقيم يمر من المبدأ. كان هذا التمثيل البياني للدالة اف لإكس يساوي 5×. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم من الدالة الخطية. سنتناول في الدرس القادم بإذن الله الدالة التآلفية ومجموعة من التمارين بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.